الفلسطيني أنا في تقديري لا يستجم بل يخرج ليقتل المألوف. واقع المياه واقع مؤلم، لأنه 80% من مصادر المياه يتم السيطرة عليها من قبل الاحتلال، وبالتالي واقع الاستجمام هو انعكاس لواقع السيطرة الإسرائيلية. يعني خروج المواطنين للاستجمام غير موجود في فلسطين. البحر الميت، شعب فلسطيني محروم من الوصول إليه والاستجمام أو الاستفادة من ثرواته، وهكذا في كل مصادر المياه الموجودة في فلسطين. أصبح الاستجمام وكأنه يعني محلي، كل قرية أو كل تجمع قرى لديهم مكان يذهبون إليه. الاستجمام في فلسطين له معاني أخرى خاصة، رحل المدارس وغيرها، هي لتعريف الطلاب أكثر بجغرافية الوطن وبمصادر الوطن، وبالتالي هي استجمام تعليمي أكثر منه استجمام ترفيهي.